النهارده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعلن اسماء الفائزين بجوائز الهيئات والافراد، وده لعام 2017 واللي بتمنحهم اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا. اكد ان عدد الجوائز بلغ 29 جائزه، تم منح 18 منها للهيئات و11 منها للافراد. وزير التعليم العالي قال خلال اعلانه اسماء الفائزين بالجوائز ان المجلس القومي للبحوث حصل على 9 جوائز، جامعة القاهرة 3 جوائز، جامعة عين شمس جائزتين. تعالوا نسمع جزء من تصريحات وزير التعليم العالي خلال التقرير الإرقامي. النهاردة الخميس الموافق 4/11 بنعلن أسماء السادة الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2017. هي دي الجوائز اللي بتقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارات والمؤسسات العلمية وغيرها، وكذلك الجوائز اللي بتقدم من قبل الأفراد اللي هما بدون هبات وتبرعات. وعدد الجوائز الحقيقة اللي هنعلن عنها النهاردة 34 جائزة قيمتها المالية 650,000 جنيه. لو هنعلن على مجال العلوم الأساسية، أولا جائزة المرحوم محمد أمين لطفي في مجال العلوم الرياضية والعلوم الفيزيقية، وقيمة كل جائزة 20,000 جنيه. في مجال العلوم الرياضية الدكتور عبد الباسط عبد الحميد محمد، وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة أسيوط. في العلوم الفيزيقية الدكتور محمد فرحات عثمان إسماعيل حميد، وهو أستاذ مساعد ببرنامج النانو تكنولوجي جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا. ثانيا جائزة المرحوم الأستاذ الدكتور نصري متري شكري في مجال الجيولوجيا التطبيقية، وقيمة الجائزة دي 10,000 جنيه. فاز بها الأستاذ الدكتور خالد سيد أحمد توفيق عيسى أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة. أما جائزة الأستاذ الدكتورة فيريس كامل جودة للإبداع العلمي لشباب الباحثين في مجال علوم المواد وتطبيقاتها، وقيمة الجائزة أيضا 10,000 جنيه. ففاز بها مناصفة الدكتور أحمد علاء الدين علي القاسم، وهو أستاذ باحث بمعهد بالمركز القومي للبحوث، والدكتور أحمد إسماعيل كمال شعلان، وهو أيضا باحث بمركز بحوث وتطوير الفلزات.